الرحمن الرحيم. اليوم معنا رئيس مجلس البلدي إطار أشغال مهرجان الشباب بمدينة كبرى. بغينا نسألكم حول السياسة ديال المجلس البلدي في دعم مثل هذه المشاريع والسياسة ديالو في مجال أشغال الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كنتمنوا هذا المهرجان الأول للسينما الشباب مدينة بيمرا، اللي صراحة شرف المدينة وتمنوا التوفيق لهذا المهرجان الأول والأخير إن شاء الله، وتمنوا الإدارة من هذا المهرجان والنجاح في مهرجانات المستقبل إن شاء الله. بالنسبة للسياسة ديال المجلس البلدي كما كتعرفوا جميعا، حنا السياسة ديالنا ممنهجة من طرف المجلس البلدي لمدينة كبرى، ألا وهو تشجيع الشباب ديال المدينة وخاصة من جمعيات الفتية وجمعيات اللي خدامة وناشطة في هذا المجال الثقافي والفني وفنية كذلك المجالات الأخرى. إذن إحنا كمجلس بلدي ما علينا إلا ندعمه معنويا وماديا كما قلت قبيلة في الكلمة ديالي بمناسبة افتتاح المهرجان سينما الشباب، والنتيجة الحمد لله راه كتبان. وحنا كما كنقول ديما أبوابنا مفتوحة لجميع الجمعيات النشيطة في المدينة، وحنا راه الإشارة مع كما قلت معنويا وماديا، وذلك حسب الاستطاعة وحسب الاعتمادات المتوفرة من طرف المجلس. أخي سألنا الساكنة ديال الإقليم. الساكنة الإقليم كنطلبوا منهم حتى هما يدعموا الجمعيات ويشاركوا في المسار السياسي ديال المدينة من أجل حاجة واحدة ألا وهي تنمية هذه المدينة باش تصبح إن شاء الله في المستوى المطلوب في المستوى ديال المدن المغربية اللي عرفات تنمية محلية. ونتمنى التوفيق للجميع.